خالد، استاذ خالد جوده. صوتي اهلا وسهلا، ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك خلود حبيبي؟ ازاي حضرتك؟ ايه الاخبار؟ وطي التلفزيون عندك، انا مش عارف انت عندك شاشه كبيره او تلفزيون زينا كده صغير ولا ايه. الله اكبر، ايه الاخبار؟ مبسوط جدا وحشني. اني معاك النهارده لايف، ومبسوط معاك ان انا في الهواء، وبسلم على كل الساده المشاهدين اللي عند حضرتك، وان شاء الله يا رب يكونوا كلهم بالف خير وحضرتك بالف صحه. انت قدامك كراسه بتقرا منها ولا يا خالد؟ احنا لسه ما خلصناش، لسه لا ما سالتش والله. حاجه، انا لسه هبدا معاك. طيب يا انا خالد، اولا انا دلوقتي بشاهد المشاهدين كلهم على مستوى العالم العربي او حتى اللي بيشوفنا في امريكا عبر البث المباشر على النايل سات. انت وعدتني ان انت هتاخدني دبي وده ما حصلش، فانا بصراحه بقى انا همسك الكلمه دي، انا عايز اروح للقناه المائيه، انا تعبت من القناه المريطيه، عايز اروح القناه المائيه بعد اذنك. بس كده ده اقل حاجة، طلعك كمان على برج خليفة واصورك من فوق. حبيبي هترميني من فوق؟ لا لا هصورك ما تقلقش. طيب بص، انا كان معايا امبارح الاستاذه هند بسيوني، وبصراحه وصلتني رساله عايز اقولها لك على الهوا اهو. قالت لي بعد اذنك قول له مصطفى ما يعطلش الاسانسير وهو طالع. حصل، حاضر. والله طيب. احنا الفكرة كلها احنا من كتر الكلاينتس الحمد لله اللي موجودة عندنا، فبنفضل طول اليوم طالعين نازلين في شركه سمانه، وشركه سمانه شركه معروفه وكبيره جدا على مستوى الميدل ايست، والنهارده عندهم فوق ال 42 بروجكت ما بين الاوف بلان وبين الريدي، فطبعا احنا بنتشرف ان احنا كمان بنشتغل معاهم. تمام استاذ خالد، احنا كنا بنحكي دايما وابدا عن الاستثمار. طبعا انت عارف ان نبيل غاطي خلاص احنا في اجتماع مع الاداره بكره ان شاء الله عشان بيحضروا الايفنت مهم جدا يوم 8 على سفح الهرم. قول لي كمصري، انا سالت السؤال ده وبساله تاني، فرص الاستثمار للمصريين في الامارات هل هي فرص عاديه زي مثلا واحد ممكن يروح يشتري بيت، ولا انت شايفها ازاي؟ وليه الامارات تحديدا بتتحرك دلوقتي تجاه مصر وتركيا طبعا ودول العالم تاني؟ اولا الامارات بشكل عام دلوقتي هي تعتبر اعلى عائد استثماري في العالم، وهو بيوصل لحد 10% و12 و13% بالنسبه للريزيدنشال للشقق او للفيلل، وبنوصل كمان للكوميرشال بنسبه 17 ل 20% سنويا، وده اعلى عائد استثماري حاليا في العالم كله بعد لندن طبعا، ما نقدرش ننكر حاجه زي كده. فطبعا لو انت النهارده بتشتري عقار موجود في دبي بقيمه مليون جنيه مصري، هتقدر انت تحصل على 100,000 جنيه سنويا، ويعتبر ده 10% ده المينيموم موجود النهارده. لو انت بتشتري عقار في مصر بالاسعار الخياليه اللي موجوده حاليا اللي احنا بنسمعها طبعا ومتداوله في السوق العقاري اللي موجود في مصر، لو بنشتري حاجه ب 20 مليون مستحيل نقدر ناجرها ب 2 مليون في السنه، مستحيل. لو بتشتري فيلا بالسعر ده هيتاجر ماكسيمم معاك ب 500 ل 600 الف، ويبقى انت حققت بنسبه 5 ل 6% عائد استثماري سنويا. فطبعا النسبه دي بالنسبه لاي مستثمر بيحط مبلغ كبير زي ده في الوقت الحالي بيكون قليل على العائد اللي هو عايزه. فكل الناس دلوقتي بتتجه الى دبي علشان خاطر العائد الاستثماري فيها هو اعلى عائد استثماري موجود في العالم كله، وطبعا ده باعتراف سياده المستثمرين اللي بييجوا يستثمروا هنا. تاني حاجه ودي مهمه جدا جدا، ان في الامارات بشكل عام او في دبي كمان، ان مفيش ضريبه. النهارده انت بتشتري العقار ما بتدفعش عليه ضريبه سنويه، انت النهارده بتشتري العقار ما عندكش اي التزامات سنويه ولا اي مبالغ ماليه، غير ان انت بتدفع حاجه اسمها القيمه بتاعه سيرفيس تشارج اللي هي قيمه الصيانه السنويه، ودي تعتبر 0.0% من العقار نفسه، حاجه لا تذكر. فده طبعا مهم جدا. النهارده انت في يوروب، في كندا، ولا في باريس، ولا في امريكا، ولا في اي دوله اوروبيه بتدفع لحد 55% ضرائب، النهارده انت في دبي ما بتدفعش ولا جنيه مصري او دولار امريكي او درهم اماراتي ضرائب. ده طبعا بتفرق جدا مع المستثمر. طيب عشان قولي كده كل الناس بتتجه هناك. شركه اويا طبعا اللي حضرتك يعني مسؤول فيها هي من الشركات، الحقيقه والله العظيم يا خالد انا بيشرفني جدا اولا صداقتك. الحاجه الثانيه انا ما بسال شركات كبيره والله زي بن غاطي، زي يعني زي سمانه، قالوا لي ان اويا عامله انقلاب في الريل استيت. قول لي تنقل تجربتك ازاي للمصريين، ومصطفى هيخس امتى، وعايزين نعرف كل القصص دي مهمه. مصطفى اون بلان وبيروح الجيم مبدئيا، والحمد لله والله دلوقتي والله ده لو راح الهرم 4 مرات ما هيحصل له. لا والله ده النهارده مصطفى عليه عامل شغل جامد. مصطفى عليه طبعا هو الدايركتور مانجر طبعا لشركه اويا، استاذنا مصطفى طبعا كل تقدير للشرقيه وابناء الشرقيه
او لا منصوره. طبعا طبعا منصوره، منصوره هناك استاذ مصطفى علي في المنصوره ماشي. بلديات منا، بلديات منا. طبعا لا بيمشي على البلان وبيخس، احنا الدنيا اوكي بس. طب ما هندي بتشتكي منه، بقول لك بتقولي بيعطل الاسانسير بياخد مكان. ما هندي بتشتكي عشان بيزولها بس. مش اكتر. طيب قول لي ازاي نقل تجربتك دي للمصريين. المصريين بشكل عام دلوقتي عندهم زي ما تقول they are matured، يعني هم ناضجين كفايه. المستثمرين كمان المصريين بشكل عام واصلين لمرحله ان هم عارفين ان السوق الاماراتي هو بيشتغلوا فيه لفتره معينه، وبعدين بيرجع تاني زي ما قلت لحضرتك قبل كده، بيرجع المبالغ الماليه دي بتصب عندنا تاني في مصر. طيب كميه التعاون الرهيبه اللي طبعا انت اكيد عارفها وملحوظه جدا في الماركت ما بين الامارات وما بين مصر دلوقتي، بدليل اكبر مشروع موجود في الساحل الشمالي حاليا، مشروع راس الحكمه، كده حضرتك عارفه. في مصر، في مصر كلها، مش راس، مش الساحل الشمالي بس. ده حقيقي، ده حقيقي. والنهارده كل المستثمرين الاماراتيين بيستثمروا في مصر، بجانب او خلينا نقول مثلا بالوجه الثاني، المصريين المستثمرين بيستثمروا في الامارات. والنهارده اللهم لك الحمد طبعا بكياده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبكياده برضو البنك المركزي، بيقدروا ان هم النهارده بناء على ان انت بتشتري وحده معينه او عقار معين، بتقدر انت تحول النهارده فلوسك بالدولار وتحول على البنك مباشره. دي بقى في تسهيلات دلوقتي في التحويلات الماليه، فده سهل كمان على المستثمرين. فده ده ده مساعده كبيره جدا 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 يعني من سياده الرئيس. طبعا بنوجه له كل الشكر وكل التقدير والتحيه. طبعا وبرده ايضا الشيخ زايد، يعني زايد الخير واولاده طبعا، الشيخ محمد بن زايد طبعا، والشيخ محمد بن راشد رئيس دوله الامارات، الشيخ محمد بن زايد ربنا يعني يديله الصحه ويطول لنا في عمره، والشيخ محمد بن راشد برضو رئيس حاكم دبي، شيخ اماره دبي او حاكم دبي. طبعا كل ده بالتعاون، لان هم في الاول وفي الاخر عايزين الناس تستفاد، هو دي مهمتهم في الحياه. فطبعا ده المصريين احنا اللهم لك الحمد بايعين، مش هقول رقم، ولكن احنا متفوقين بنسبه ما كناش نتخيلها على حجم المبيعات اللي احنا بعناها في مصر. في رؤيه كبيره جدا النهارده ان المستثمرين المصريين اللي موجودين في مصر فين كويس جدا، ان هم لما بيستثمروا في دوله الامارات هم بيرجع لهم العائد الاستثماري اللي هم عايزينه، وكمان بيوصل لهم الكابيتال ابريشيشن اللي هو خلينا نقول باللغه العربيه كده زي ما كنت معاك في البرنامج قلت لي خلينا كله عربي، اللي هو العائد على راس المال الاساسي بنسبه كبيره جدا. النهارده بتشتري حاجه بمليون، بكره بتباعها بخمسه وسته مليون، وده علشان خاطر السوق التجاري العقاري بيطلب هذا الرقم مش انت. تمام. طبعا ده عشان خاطر التضخم. فالمصريين اللهم لك الحمد احنا جامدين جدا، واصلين لمرحله كويسه جدا ان كل المستثمرين المصريين الموجودين في مصر بيشتروا معانا وبشكل احترافي. طيب انت بتقول لي خلينا نتكلم بالعربي، انا لبس لك البدله مخصوص عشان اكلمك انجليزي يا خالد، وانا كان واضح جدا ان انا هتكلم انجليزي. طيب حضرتك، انا بعذر لك والله ان انا النهارده لابس السويت شيرت، بس انا في البحر وطالعين على عمان النهارده، رايحين عندنا رود شو وعندنا شغل هناك برضو في عمان اللهم لك الحمد، فطالعين انا بكلمك وانا في قلب المركب يعني فاهم، فقلت ايه يعني اعتذر لك طبعا ان انا طالع لو لا لا ولا يهمك خالد، بس انا خالد انا ممكن بص لو تسمح لو في اي حتى كشك في دبي اشاركك فيه بحيث ان احنا نتجول مع بعض، لان خلي بالك الامور هنا يعني انا عايز لازم اخش معاك في اي حاجه. الاستاذ خالد جوده حبيبي طبعا بشكرك دايما اطلاله مبشره، بشكر شركه اويا المحترمه، ودايما انا سبورت معاك هنا في مصر وفي الحدث. خالد جوده في اتجاهه الى عمان